إن الذين توفاهم يجوز أن يكون ماضيا أو توفاهم بمعنى توفتهم توفتهم ظالمي أنفسهم. قد يغطى الظلم هنا الكفر من قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقد يغطى به المعصية كقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه. وتحت إرادة المعنيين هنا روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وفي أحاديث أخرى بنفس المعنى برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلده. حديث آخر قال عليه السلام لا تترايا نارهما، لابد المسلم يكتاد في البعد عن الكافر ولا يسكنه ولا يعيش معه. وقال أيضا عليه السلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المسلمين. استغفر الله، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تترايا نارهما. أي نعم، لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. فموضوع الهجرة هجرة مستمرة إلى أن تقوم الساعة من بلاد المعصية والفسوق إلى بلاد الطاعة، من بلد الظلم إلى بلد العدل، من يعني بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد الكفر إلى دار الإسلام، حتى الهجرة إلى ما وجد من يعني المعاصي. قالوا يعني الملائكة تقول هؤلاء المتوفين تقريرا لهم بتقديرهم وتوبيخا لهم فيما كنتم، فيما كنتم في أي شيء كنتم في أمور دينكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا في أرض الأعداء مستضعفين، لا أجرين نجهر بالأذان ولا نقيم شعائر الإسلام، كنا مستضعفين في الأرض. أي نعم، فتبكتهم الملائكة فتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني إن كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة. وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب والعوائق عن إقامة الدين والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصر، أو علم أنه في غير بلده أفوض بحق الله وأدوم على العبادة حقت عليه المهاجرة، حقت عليه المهاجرة. يعني لو تعرف بلد أفضل من مصر مثلا كمثال من حيث الفساد ومن حيث إظهار الدين إذا تتحول إليه ما دمت مستطيع، واضح؟ وهكذا كل إنسان في أي مكان عند العجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأولئك مأواهم جهنم، أولئك النفر المذكورون مأواهم أي مصيرهم جهنم، لأنهم هم الذين ضعفوا أنفسهم إذ لم يلجئهم الأعداء إلى مساكنة ديارهم، وساءت مصيرا أي جهنم. ثم استثنى سبحانه من أهل الوعيد ما بينه بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نحن دلوقتي أصبحت كلمة الهجرة، الهجرة مش عارف اسمها ايه، هيئة الجوازات والهجرة والجنسية، الهجرة إذا أطلقت الهجرة الآن أصبحت الهجرة ايه؟ من درجة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار سواء أستراليا أو كندا أو أمريكا أو غير ذلك. الهجرة فلان مهاجر، مهاجر إلى فين؟ من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، يعني تغير اتجاه السهل بدل ما يكون من هذه البلاد لبلاد المسلمين أصبح بالعكس. أي نعم، إلا المستضعفين من الرجال لعمل أو عرج أو مرض أو هرم أو فقر، والنساء والولدان أي الصبيان فإنهم مع الغرور في ترك الهجرة لأنهم لا يستطيعون حيلة يعني في الخروج إلا قوة لهم على الخروج ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون طريقا إلى دار الهجرة. فأولئك متابع معنا بيوصلون، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ده أخ تاني برضه من هذا الكفار، نسأل الله أخ إنجليزي والحمد لله جاي معنا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة. قال الرازي ها هنا يعني طيب، فأولئك عفو الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. استدل بالآية على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطقها. وعن مالك الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه. وقال بعض المفسرين ثمرة الآية وجوب الهجرة من دار الكفر
ولا خلاف أنها كانت واجبة قبل الفتح. ولذلك قال تعالى في سورة الأنفال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقيل نسخت بعد الفتح، والصحيح عدم النسخ. ومعنى قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من ايه؟ من مكة، انقطعت، لأن مكة نفسها صارت دار الإسلام. قال دار الله، من دار الله؟ الدمشقية. وهذا يدل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب، وعلم أنه في غير بلده أقوم بحق الله، حقت عليه الهجرة. ثم قال رحمه الله: قال التهذيب عن القاسم بن إبراهيم: إذا ظهر الفسق في دار ولا يمكنه الأمر بالمعروف فالهجرة واجبة. الله المستعان. وهذا بناء على أن الدور الثلاث: دار الإسلام ودار فسق ودار حرب. حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. نختم بكلام السيوطي رحمه الله تعالى: يستطيع الانتقال مثلا إلى بلد أطول، لكن هو إذا وجد، مش هقول في بلد مسلمين زي مصر، حتى لو غير الكفار، ووجوده فيه يعني إغراض للدين ونشاط في الدعوة إلى الله تعالى، بحيث ممكن أن يثبت المسلمين مثلا على الإسلام ويتسبب في دخول الكفار الإسلام، فهذا هناك يكون أنسب أفضل له من تحول إلى بلد المسلمين، إذا كان يؤثر ولا يتأثر بهذه الفتن. هذه حالات استثنائية، واضح، يعني كان يقيم بين الكفار لأجل الدعوة فهذا من الاستثناءات، أو إذا كان يقيم مكرها، واضح. أما في البلاد عامة بلاد المسلمين الآن، فيعني قوانين الجنسية والكفالة وهذه الأشياء كفيلة، فإنها بتعوق الناس عن الانتقال من بلد إلى بلد. روى البخاري والنسائي وغيرهما عن ابن عباس قال: نزلت جماعة أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا يوم بدر مع الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالمقام مع الكفار وترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، يعني قالوا موثقين فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم، قالوا معتذرين: كنا مستضعفين، يعني عاجزين عن إقامة الدين في الأرض، أي أرض مكة. قالوا لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم؟ قال الله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني الذين لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة. يعني بالنسبة لسؤال الأخ، يعني صرنا إلى زمان وإلى حال الأوضاع اللي احنا فيها دي، الأوضاع دي كلها اللي احنا بنشوفها والهجمة الشرسة على الدين، ومع ذلك في رأيي وفي رأي ناس كتير جدا اللي مصر يعتبر أفضل بلد إسلامي. قد يخالفني أحد في هذا، لكن من طاف وتجول عرف ان مصر على ما فيها الان نسبيا، فلك ادخال اوضاع بلاد اخرى كيف تكون شكلها، لكن نسبيا مصر احسن من غيرها بكثير جدا. فنحن الان في اخر الزمان، وهذه هي مقاييس ومكاييل وموازين اخر الزمان، والله المستعان. لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يجدون سبيلا اي طريقا الى ارض الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بتفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يرد في الارض مراغما، مراغما يقول السيوطي اي مهاجرا، اي اماكن يهاجر اليها كثيرا وسعه، يعني في الرزق. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني في الطريق، كما وقع لجندع ابن صمره
التي فقد وقع أجره على الله، يعني فقد ثبت أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله، يعني في طاعة الله عز وجل، جلس في الأرض مراغما، أي طريقا يراغم فيه جنوف أعدائه القاصدين إدراكه مراغما كثيرا وسعة. وقد صرف في سبيل كما رأينا، يعني مراغما أي مهاجرا ولا تعرضا، لأن المقصود أنه سيجد سبيلا وطريقا أو مأوى يستطيع فيه أن يراغم أعداء الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا من قبل في عدة مناسبات أن هذا النوع من الأولية هو من أعلى أنواع الأولية، أولية المراغمة أي المغايرة. الله سبحانه وتعالى يحب من وليه أن يغير عدوه، بأن يلزم طاعته تبارك وتعالى، فيكون أقوى ويعني أعز من أعداء الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ولا يطاعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كذلك قال تبارك وتعالى: يعجب الضراع ليغيظ به الكفار. وقال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سيئته سماهما المرغمتين، لأنهما ترغمان أنت الشيطان ترغمانه. كذلك هنا قوله يجلس في الأرض مراغما كثيرا، يعني يجد مكانا يستطيع فيه أن يعني يقيم دينه ويظهر دينه ويغيظ عدوه الذين يريدون ويقصدون أن يلتوه ويرجوه عن هجرته أو عن طاعته لله سبحانه وتعالى كثيرا وساعة يعني في الرزق، أو ساعة يعني في إظهار الدين، أو ساعة في الصدر انشراحا في الصدر، لأنه يتبدل خوفه قبل إذا هاجر من بين ظهران الكافرين. ومن يخرج من بيته مهاجرا، من بيته يعني من مكة، مهاجرا إلى الله أي إلى طاعة الله أو إلى مكان أمر الله ورسوله، أي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يعني بالمدينة، ثم يدركه الموت يعني بالطريق قبل أن يصل إلى المقصد، فقد وقع أجره على الله، يعني فقد ثبت أجره على الله سبحانه وتعالى. ولا يستغرب هنا أن يفكر قوله تعالى: ومن يخرج من بيته يعني من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله يعني إلى المدينة، لأن الهجرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا، كانت من مكة إلى المدينة أو من خارج المدينة إلى المدينة، يعني فلا يخاف فوات أجره الكامل، لأنه نوى مع الشروع في العمل، يعني لم يكن فقط يتمنى أماني أمانية أو أحلام يقظة، وإنما هو نوى وجزم وعلم ثم تحرك وخرج من بيته بنية الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يثاب ثوابا كاملا، لأنه نوى وشرع أيضا في العمل. أما عدم الإكمال بسبب إدراك الموت إياه في الطريق مثلا، فهذا ليس تقصيرا منه إذا لم يتم العمل، لكن الإنسان عليه أن يسعى والتمام على الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما، فيغفر له ما فرط منه من الذنوب التي من جملتها القعود على الهجرة إلى وقت الخروج، ويرحمه الله بإكمال ثواب هجرته. هنا بعض التنبيهات فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية، أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى لسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا، فقال لأهله: تحملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك رواية أخرى تدل على أنه كان قد مرض، فقال الآن احملوني، يعني مع شدة مرضه خشي أن يعني يموت في مكة دون أن يهاجر، فقال الأهل: تحملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجر الوحي، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ويعني جاءت عدة روايات هذه في سبب نزول هذا الحديث. ثمرة هذه الآية أن من خرج من الهجرة ومات في الطريق فقد وجب أجره على الله، يعني فقد وقع وثبت له الأجر الكامل من الله سبحانه وتعالى، كأنه قد هاجر بالكامل.
قال الحاكم لكن اختلف العلماء فقيل ما هو هذا الاجر الذي وقع على النظام والماء؟ قال اجر قلبه يساس على النية، وقيل اجر عمله دون اجر الهجرة، يعني القبر الذي عمله القبر الذي قطعه من الهجرة يسام عليه، وقيل بل له اجر المهاجرة له اجر الهجرة كاملة كأنه قد هاجر بالفعل، وهذا هو الظاهر في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد جاء في معنى هذه الآية أحاديث وافرة منها ما في الصحيحين ويروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال ابن كثير وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. منها أيضا الحديث السابق في الصحيحين في الرجل الذي قتل 49 نفسا ثم أكمل بذلك العامل 100، ثم سأل عالما أنه من توبة فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه، فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء سائدا، فقال هؤلاء إنه لم يصل بعد إلى البلد الصالحة، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإذا أيهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقتلم من هذه وهذه أن تبعد وجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشدة، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاء الموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها، أراد أن يعني يجتهد في الاقتراب من هذه القرية الصالحة بقدر المستطاع، حتى إنه لما نزل به الموت فقد يلحظ بقدره حتى يقترب وأن يقطع أقصى مجافة ممكنة حتى ينقذ روحه، ونأى بصدره إلى هذه الأرض. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله ففر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتى ألفه فقد وقع أجره على الله. ثم يقول تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم، الضرب في الأرض يعبر به عن السفر، وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح إثم يعني في أن تقتلوا يعني في أن تقصروا من الصلاة، في أن تقصروا من الصلاة يعني قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن يفتنكم يعني أن ينالوكم بمكروه، الذين كفروا هذا بيان من الواقع إذ ذاك، يعني المقصود من هذه الآية تبين الواقع الذي كان موجودا من زمن نزول الآية، وعلى هذا لا نحكم بهذا لا نحكم بذلك لا نحكم لهذه الآية، يعني بمعنى ليس خوف المكروه شرطا في جواب القصد، مش معناه ان تم يحفظ الا اذا خاف، لكن الواقع في اثناء نزول القران في ذلك الوقت في ذلك الزمن في زمن البعثة ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون ان يفتنهم الذين كفروا وان ينالوهم بمكروه في اثناء اكثرهم. واضح؟ صحيح هذا هو يعني سبب النزول او هذه الظروف المنافسة لنزول هذه الآيات، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يكفر إلا إذا خاف على الأسباب أن يمكنه من أن يكفر إذا ضربت الأرض عموما، يعني إذا سافر، فإذا هذه الآية لا مفهوم لها، بمعنى يعني ليس معناها إذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقتلوا من الصلاة إن خفتم الذين أن يمكنكم الذين كفروا، المفهوم إيه؟ يعني لا تقتلوا إن أمنتم الذين كفروا، هذا هو المفهوم. إذا كنتم في أمان فلا تقصروا من الصلاة إذا تقصر. واضح هذا المفهوم غير معتبر. هو مجرد يعني هذا المنطوق هنا مجرد بيان للواقع الذي كان في ذلك الوقت وفي تلك الظروف.
والقطر نقطة عامة غير مفردة بهذا الشرط. فالشرط هنا غير يعني مثل مثلا قوله تعالى مثل قوله ايه في سورة النور مفهوم شرط. نعم وربا ايه ونجس في يوسف. نعم يعني قوله تعالى تبارك وتعالى في سورة النور ولا تصيروا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتزرعوا عرض الحياة الدنيا. اما من ذلك انهن اذا ان لم يردن تحصنا يهيئ يساوون. لا طبعا فمثل هذا المفهوم يعني ملغي غير معترض. كذلك هنا هذا المفهوم غير معترض يعني ليس فوق المكروه شرطا في جواز القطر. بينت السنه فيما رواه ابن خزيمه موقوفا على ابن عباس الاستاذ الصحيح ان المراد بالسفر الطويل وهو اربعه ترجل جمع بريد والبريد اثنا عشر ميلا وهي مرحلتان اي سير يوم مؤتد يومين مؤتد ليل. ويؤخذ من قوله فليس عليكم جناح انه رخصه لا واجب فعليه الشافعي ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يعني يزيني العداوه صاغرين في عداوتهم. يقول الفاطمي رحمه الله تعالى واذا ضربتم في الارض اي سفرتم فليس عليكم جناح اي اثم ان تقصروا من الصلاه يعني ان تنقصوا الرباعيه الى اثنتين. ان خفتم ان يفتنكم ان يقاتلكم الذين كفروا يعني في الصلاة إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يعني ظاهر العداوة فلا يرعون حلم حرمة الصلاة لعداوتهم. إذا رأوا في موسى النور فلن يرجعهم ذلك عن أمر نالوكم بسوء. ألم الجمهور العلماء أن الآية عني بها تشريع صلاة السفر. هذه الآية هي في صلاة السفر في قصر الصلاة وليس في صلاة الخوف. فمعنى قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه هو قصر الكميه ذلك بان تجعل الرباعيه ثنائيه. قال وحكمها للمسافر في حال الامن كحكمها في حال الخوف لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا. جاءت السنه تثبت مشروعات قصر الصلاه في كل الاحوال سواء كان في حاله الخوف او في حاله الامن. روى الترمذي والنسائي وابن ابي شيبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه لا يخاف الا الله رب العالمين فصلى ركعتين يعني كان امنا. وروى البخاري وبقيه الجماعه عن حادثه بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امن ما كان بمنى ركعتين امن ما كان بمنى ركعتين. هذا في البخاري. وروى البخاري والبقية عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. وحينئذ فقوله تعالى إن خفتم خرج مخرج الغالب حال نزول الآية. هذا خرج مخرج الغالب حال نزول الآية يعني حال نزول الآية من الغالب أنهم إذا انطلقوا في أرجاء الجزيرة مسافرين فإنهم لا يؤمنون يعني أن يفتنهم الذين كفروا. إذ كانت أسفارهم بعد الهجرة في مبدئها مخوفة بل ما كانوا ينهضون إلا إلى بدو عام بل الغالب أنهم سبحان ما كانوا يضربون في الأرض إلا في حالة الإيه؟ الغزو يعني ما كانوا يخرجون من التجارة ولا السياحه ولا المزهى انما كانوا يخرجون وقد حشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السرايا والغزوات. وسائر الاحياء حرب للاسلام واهله والمنطوق اذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له متى ما كان يعني هذا احد الحالات التي لا يعمل فيها المفهوم يلغى المفهوم اذا خرج مخرج الغالب يعني وامثله على ذلك كثيره كما ذكرناها مرارا مثلا كقوله تبارك وتعالى مثلا نعم ولا تقتلوا اولادكم خشيه الله. اما ان ذلك ان الانسان ممكن ان يقتل هذا الانسان الاخر غير خوف الفقر المفروض ان ممكن تقتلوا اولادكم لو كان مثال اخر غير ايه؟ غير الاملاء خوف الاملاء. لكن هذا طبعا المفروض هذا كان غالب حال الكفار يعني هذه الايه خرجت مخرج الغالب يعني هذا كان اغلب حاله اغلب سبب في قتل الاولاد كان خوف
الإملاق. واضح؟ فإذا يعني قلنا مجرد من هذا خرج مثلا غالب لكن لا مفهوم له. مثلا قوله تبارك وتعالى: ورث ذلكم التي في حضوركم من نسائكم. قال معنى ذلك ان لابد ان الرذائل يكون في الحضور، يعني ذكر الزوجه، ذكر الزوجه لرجل اخر، لابد ان كنت تعيش في كنف زوجه وامها مع امها في نفس البيت، ام يمكن ان تكون بنت الزوجه اللي هي الرضيعه هي بنتها لكن لا تعيش معها بسبب رجل اخر، فهي تحرم عليها ولا تحرم؟ تحرم اذا دخل في امها. واضح؟ يعني هذا المفهوم ايضا يعني من غير من لكن لكن الغالب ان البنت تكون تابعه لامها، فهذا خرج مخرج الغالب. لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. هل معنى ذلك ان هذه الايه مفهوم؟ لا، لا خرج مخرج الغالب، يعني ان اغلب الربا يكون اضعافا مضاعفه. لكن هل يصح ان يؤخذ من الايه دي او يؤخذ من مفهوم الايه انه يجوز للانسان ان يتعامل بالربا اذا كانت نسبه ضئيله كما يقول المضللين علماء السوق؟ وقد قال الناس ان الربا لو كانت نسبه بسيطه يبقى مش حرام، لان ربنا قال اضعافا مضاعفه. فهذا من نفس الباب يرد عليهم كل هذه الامثله التي نذكرها ها هنا. يدل ايضا على ان المراد بالايات صلاه مكتفي ما رواه الامام احمد ومسلم واهل السنن عن يعلى ابن بنيه قال: سالت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له: قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يصيبكم الذين كفروا. وقد أذن الناس، يعني يقول كما يستشكل فهمه للايه، قد أذن الناس، فهل ما زلنا يعني يجوز لنا ان نعمل بهذه الايه في قصر الصلاه؟ فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه. فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقه فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقه يعني حكم ثابت، فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وروى ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي حنظله الحجاج قال: سالت ابن عمر عن صلاه السفر فقال: ركعتان. فقلت: اين قوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ونحن امنون؟ فقال: سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن مردوي عن ابي الوداد قال: سالت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال: هي رخصه نزلت من السماء فان شئتم فردوها. يعني هل من الادب ان تردوها على الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يدل على ان القصر المذكور في الايه هو القصر في عدد الركعات، وان ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الايه. قال: ومما يدل على ان لفظ القصر كان مخطوطا في عرفهم بنقص عدد الركعات. يعني وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. تقصروا من الصلاة. وجد عرف لدى الصحابة أن كلمة تقصور تطلق على قصر العدد في الصلاة. قصر العدد. هذا كان عرف المتعارف عليه بين الصحابة دي وهذه اللغة التي تعرفوا عليها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين قال له ذو اليدين: أقصر في الصلاة أم نسيت؟ أقصر في الصلاة أم نسيت؟ لأنه صلى الأربعة اثنتين. هناك وضع آخر يعني في هذه الآية، في بعض السلف أن هذه الآية ليست في صلاة القصر في السفر، وإنما هي في صلاة الخوف. في صلاة الخوف. فإذا المقصود ليس عليك أن تقصروا من الصلاة، القصر ليس قصر كمية عددية يعني، ولكنه قصر كيفية. قصر كيفية كما هو معروف في صلاة السفر وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. لأن عندهم كمية صلاة السفر ركعتان، هي تمام غير قصر. أي نعم. يعني على أساس إن يعني بيقول هذا المنهج اللي هو بيقول إن ده قصر في الكمية وليس في الكيفية أصلا وليس في الكمية. قال إن يعني صلاة السفر باقية على ما كانت عليه في الأصل. لأن أصل الصلاة كانت إيه؟ ركعتان. وكرر في السفر وزيدة في الحضر، فإذا هي باقية على ما هي عليه، صلاة السفر كما كانت ركعتين، هذا ما ذهبوا إليه. قال: ولهذا قال تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقال بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآيات. أوجز في الآية الأولى وأشار إلى يعني مشروعية صلاة الخوف، ثم بين المقصود من القصر هنا وهو قصر كيفية.
وذكر صفته وكيفيته. حقيقة هنا بحث واحد هذه المسألة، لكننا نرجع معنا الاختصار نتجاوز، هو أطول جدا هنا في أحكام صلاة الفجر، فممكن رجوع التفاصيل في كتب الأحكام عموما، لكن أول شيء نحن في دروس الفقه إن شاء الله ربما يكون يعني بعد وقت ندرس التفصيل صلاة الإيه قطر صلاة الفجر. نعم هي هتكرر ثاني في موضع درسناها صلاة الفجر فقط صلاة الخوف. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم، يعني إذا كنت يا محمد حاضرا فيهم يعني وأنتم تخافون العدو، وإذا كنت فيهم يعني وأنتم تخافون العدو، لأن السياق هنا في طلب الخوف. وإذا كنت فيهم أي حاضرا يا محمد عليه الصلاة والسلام فيهم وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة يعني صلاة الخوف، فأقمت لهم صلاة الخوف. وهذا جرى على عادة القرآن في الخطاب، أو هذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له، أي ليس حضوره صلى الله عليه وسلم شرطا لإقامة صلاة الخوف كما سنبين إن شاء الله على أمر قريب. فلتكن طائفة منهم معك، يعني أن بعض الناس يقولون إيه أن لا تصلى صلاة الخوف إلا كفاية الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ربنا قال إيه: وإذا كنت فيه أيضا فاهم أن هذا شرط، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك إلى آخره. فإذا لم يكن فيه بأن ارتفع إلى الرسول الأعلى عليه الصلاة والسلام، هل الإمام لا يصلي بالناس؟ طبعا كلا، هذا نفس الاستدلال الذي استدل به مانع بعض مانع الزكاة في تأويلهم الفاسد بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تظاهرهم وتزكيهم جفانا، هذا فقط في الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من الماء إلى الرسول الأعلى فنحن لا ندفع لغيره، لأن الأمر إنما هو إلى الرسول نفسه، وسيأتي الرد على ذلك إن شاء الله. أن تكن طائفة منهم معك، يعني طائفة تكون معك وطائفة تتأخر، وليأخذوا أسلحتهم، يعني هؤلاء الذين يصلون معك يأخذون معهم في الصلاة أسلحتهم معهم. وطبعا المقصود بالأسلحة هنا الأسلحة التي لا تتعارض مع الصلاة، يعني الأسلحة الخفيفة أو التي يدخل حملها أثناء الصلاة دون ما يقتل ويقتل الصلاة. وليأخذوا أسلحتهم، يعني الطائفة التي قامت معك تأخذ أسلحتهم. وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم، فإذا سجدوا يعني إذا صلوا، سجدوا هنا بمعنى صلت أطلق على الصلاة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني تكون الطائفة الأخرى من ورائكم، يعني يحرصون إلى أن تقضوا الصلاة، وتذهب هذه الطائفة تحرص، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أي معهم إلى أن تقضوا الصلاة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في بطن نخل كما رواه الشيطان. وطبعا في هذه الآيات الفتح الكافية والله تعالى أعلم كما جاء شديكم التفسير أن العدو كان يعني كان الصحابة في جهة القبلة، الصحابة كانوا واقفين الجيش صحابة في جهة القبلة واضح، والأعداء كانوا في جهة المقابلة، فكيف كان الصلاة أنهم يقفون مثلا صفين صف يصلي وهو مستقبل القبلة مع عمليه من الصلاة، والصف الآخر يقف وراءه يحرض ويكون من ورائكم يقفون وراءه واضح، فإذا يعني وسائل استبدال التفاصيل في الأحاديث. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني لو تغفلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني لأن يحملوا عليكم فيأخذوكم، وهذا علة الأمر لأخذ السلاح. هنا تعليل للأمر، الأمر هؤلاء الذين يصلون بأن يأخذوا معهم الأسلحة،
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني فلا تحملوها. يعني عند هذا يفيد إيجاد حملها عند عالم العرف، يعني يجب عليهم أن يحملوا الأسلحة إذا لم يكن هناك عذر، لكن إن كان هناك عذر فيمكن أن يعني لا يحمل يحملوا هذه الأسلحة. وهذا أحد القولين للشافعي، والقول الثاني إنه سنة، يعني حمل السلاح سنة وليس رواجة في أثناء الصلاة. ورُبح المنهج الثاني، وخذوا شجركم، يعني خذوا شجركم من العلو، يعني احترزوا منه ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي عذابا لا إهانة. فإذا قريتم الصلاة، يعني إذا فرغتم منها، فاذكروا الله بالتسبيح، التسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني وأنتم مضطجعون، يعني في كل حال، لأن الإنسان لا يخلو من حال من هذه الأحوال، إما الإنسان قائم، إما قائم، وإما مضطجع. فإذا اطمأننتم، يعني إذا أمنتم، فأقيموا الصلاة، أي أدوها بحقوقها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا هنا معنى مكتوب، يعني مطلوبا. موقوتا أي مقدرا وقتها فلا تؤخروا عنه، فلا تؤخروا عنه. يقول الخطيب رحمه الله، يقول الخطيب رحمه الله تعالى: وإذا كنت فيهم أي مع أصحابك شهيدا وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة، يعني أردت أن تقيم بهم الصلاة بالجماعة، يعني التي لوفور أجرها يتحمل مشاقها، فلتقم طائفة منهم معك يعني بالصلاة، يعني بعد أن يعني أنت أردت أن تقيم لهم الصلاة تقسمهم طائفتين، تجعلهم طائفتين وتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو ليحرسوكم منهم. وإنما لم يصرح به لظهوره، لم يصرح لمن فرد من قوله فلتكن طريقة منهم معه. لماذا؟ هذا لأن المعنى واضح جدا وظاهر لم ينص عليه، والمعنى هو لكي يحرسوكم أثناء الصلاة. وليأخذوا، أي الطريقة التي قامت معه تصلي، وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم، لأنه أقرب للاختيار. فإذا سجدوا، يعني هؤلاء القائمون معك سجدتي الركعة الأولى وأتموا الركعة فارقوك، هذا من يتم الركعة الأولى يفارقون النبي عليه الصلاة والسلام، يفارقوه ويلزمونهم صلاتهم، وتقوم إلى الثانية منتظرة. وضحنا من الإمام كبت إجابة الحرب بعد أن يقسموا طائفتين، طائفة التي الفصل الذي يصلي معه يصلون معه الركعة الأولى، والطائفة الأخرى فقط خلفهم للحرب. واضح؟ فإذا سجدوا، يعني إذا فرغوا من الركعة الأولى، يعني سجدوا السجدتين في الركعة الأولى، يقومونهم بالتظل أنت، يعني هم يفارقونك ويتمون صلاتهم، ثم تقوم أنت إلى الثانية تنتظر، ثم الركعة الثانية تنتظر. فإذا فرغوا فيكونوا من ورائكم، يعني هؤلاء الذين فرغوا ينفردون إلى مقابلة العدو للحراسة. والفئة الطائفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معهم، الطائفة الأخرى التي هي واقفة تجاه العدو تأتي ويصلوا، فليصلوا معك يعني ركعتهم الأولى معك التي هي بالنسبة لأن تكون إيه؟ التالية، وأنت في التالية. فإذا جلست منقررا قاموا إلى ثانية وأتموها ثم جلسوا ليسلموا معك، يعني هو الفرق يعني يخالف بين المجموعتين، لكنه في الأولى يطيل القيام إلى أن تلحق به الثانية، وما تلحق الثانية فهذا الفترة الأولى للإسلام صلاتها الإسلام بركعة الثانية. كذلك الإمام حيجز صور التشهد والمجموعة الثانية تكون لسه عليها ركعة، فانتظر يظل جالسا منتظرا إلى أن يفرغهم من الركعة الثانية، ثم يعني يسلمون ويدركوه في الجنوب ثم يسلمون معه. ولم يبين في الآية الكريمة حال الركعة الرابعة الباقية لكل من الطائفتين اكتفاء ببيانه صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه طبعا بين ذلك بيانا شافيا كافيا في الأحاديث. هنا المفروض انها تكون الثانية صحيح، لكن انا فهمتها يعني ان الناس كنت يمكن اتعلم بالصلاة الرباعية اذا لم يكن سمى فقط. هنا المفروض انها تكون الثانية صحيح، لكن انا فهمتها يعني ان الناس كنت يمكن اتعلم بالصلاة الرباعية اذا لم يكن سمى فقط، لكن هو الظاهر ان تكون اقيم، انا ما ادري هل هذا خطأ مطبعي ام انها يقصد هذا المعنى.
نعم وليأخذوا حذرهم وليأخذوا حذرهم يعني سيأخذهم لأن العدو يتوهمون في الأولى كون المسلمين قائمين في الحرب يأخذها ركعة أولى ثم يكون كل من بعيد شرعا بعدهم يرون من بعيد فحيران واقفين صفوف فالركعة الأولى تتصور أنهم جميعا واقفون مستعدين للحرب فإذا قاموا إلى الثانية مجموعة حساد جد ومجموعة تصوم فيفهم من ايه العدو فيفهم انهم الان في الصلاة فهنا ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم فلذلك خص هذا الموضع بزيادة التحذير فقال تبارك وتعالى والتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم كبر هذا المعنى انه قبل قالوا ليأخذوا أسلحتهم هنا قالوا ليأخذوا حذرهم أسلحته إن بيّن مزيد من البيان رد الذين كفروا لن تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيريدون عليكم ميلة واحدة أي نعم وجعل الحذر نفسه كالآلة لأن الحذر شيء حسن لا يؤخذ وإن كان يقضي يمسكه كان يمسك الإيه السلاح وليأخذوا حذره وأسلحته أي نعم ففيه قال الوحيدي فيه رخصة من القائش في الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة قال أبو السعود وتكليف كل من الطرفتين لما ذكر بما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عن غيرها ومئنة لهجوم العدو كما ينطق به قوله تعالى ود الذين كفروا أي تمنوا لو تغفلون عن أسلحتكم يعني حوائجكم التي بها بلغكم فيميلون عليكم ميلة واحدة أي يحملون حملة واحدة فيقتلونكم فهذا علة الأمر بأخذ السلاح والأمر بذلك للوجوب ثم قال تعالى ولا جناح عليكم يعني لا حرج ولا إثم عليكم إن كان بكم أذى من مطر يعني إذا كان حالة مطر يسكن مع حمل السلاح أو كنتم مرضى يسكن عليكم حمل بسبب المرض أن تضعوا أسلحتكم أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا ثم أمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل وخذوا حذركم يعني لئلا يهجم عليكم العدو ريبة إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي يهانون به ويقال شديدا وهذا تعريف للأمر بأخذ الحذر أي أعد لهم عذابا مهينا بأن يخذلهم وينصركم عليهم فاهتموا بأموركم ولا تؤمنوا في مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابه بأيديكم وقيل أن كان الأمر بالحذر من العدو موهبا لتوقع غلبته واعتزاله نفى ذلك الجهاد لأن الله تعالى ينصرهم ويهين عدوهم لتقوى قلوبهم يعني التحذير الكثير قرر في التحذير صدور حجرتهم ود الذين كفروا فيميلون عليكم ميلة واحدة هذا ذكر في التحذير قد يوقع في القلب بعض المؤمنين أن الكفار يعني قد يعني ينتصرون عليهم أو قد ينالون منهم أو أن غلبتهم متوقعة واضح فلما حصل هذا أو وجد هذا الاحتمال يعني نفى الله سبحانه وتعالى ذلك الإيهام بأن الله تعالى هو الذي ينصرهم وأنه سيعيد عدوهم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وهذا يكون فيه كنوع من المباشاة لأثر هذا الأمر أو الوهم الذي قد جعل الأدواع في القلوب إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ومن أسباب تعذيب الكافرين أن الله يعذبهم بأيديهم يقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم هذا العذاب المهين ليس فقط في الآخرة لكنه سيكون على أيديكم فلا تؤمنوا في الأخذ للأسباب والاحتياط وأخذ الحذر والسلاح يقول تعالى فإذا قضيتم الصلاة يعني إذا أتممتم الصلاة المؤمنون صلاة إيه؟ الخوف على ما في الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم أي فداوموا على ذكره تعالى في جميع الأحوال فإنما أنتم عليه من الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه أمر تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيره يعني ذكر الله يكون بعد صلاة الخوف كما يكون على أي صلاة لكن هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
هل ظلم النفس بالمعاصي مباح فيما عدا اسم الحرم او محرم؟ لكن هنا من الاكديه لحرمه ذلك الزمان. كذلك في هذه الحاله المسلمون احوج الى يعني وحاجتهم من الذكر اوكل. فاذا اطمئننتم يعني سكنت قلوبكم بالامن وذهب عنكم الخوف. فاقيموا الصلاه يعني الحاله التي كنتم تعرفونها فلا تغيروا شيئا من هيئتها. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني اقيموا الصلاه نفس الحاله الاصليه تعود الى مكانها عليه ولا تغيروا شيئا من هيئتها. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي فرضا مؤقتا لا يجوز اخراجها عن اوقاتها وان لزمها نصائح في رعايتها. تعلق بظاهر قوله تعالى واذا كنت فيهم من لم ير صلاة الخوف بعده صلى الله عليه وسلم. بعض الناس زعموا ان صلاة الخوف هذه كانت خاصة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ان الله اشترط كونه فيهم. فقال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. مفهومها اذا لم تكن فيهم بعد وفاة عليه السلام، ومعنى ذلك ان لا توجد صلاة خوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ان الائمة بعده نوابه قوام بما كان يقوم به. الائمه والخلفاء بعد الرسول على الاسلام يقومون مقامه فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه. فهل العلم خاص بالرسول عليه السلام، لكن الناس فليس بعد ذلك يفك نفسه ويتجمع بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم. عموم منطوق هذا الحديث صلوا كما رايتموني اصلي يقدم على ذلك المفهوم. يعني ان لم يكونوا قد راوه لا يصلون. وقد روى ابو داود والنسائي والحاكم وابن ابي شيبه وغيرهم عن سعيد بن عاص انه قال في غزوه ومع حذيفه ايكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فأمرهم حذيفة فلبس السلاح ثم قال إن هاجكم أيد فقد حل لكم القتال. فصلى بإحدى الطرفين ركعة والأخرى موازنة العدو ثم انصرف هؤلاء فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم وكانت الغزوة بصبر الثاني. قال بعضهم وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم ينكره أحد فحل محل الإجماع. أيضا وروى ابو داود ان عبد الرحمن بن سمره صلى لكاهل صلاه الخوف رضي الله تعالى عنهم اجمعين.